للمرة الأولى لوفين يربط بين الهجرة والجريمة. مطالبة بإجراء تعداد سكاني جديد. السويد توقف مساعدتها لتمويل مشاريع في بيلاروسيا. قانون جديد لمنع الاحتيال في ضريبة القيمة المضافة. علماء يحذرون السويد من عدم استخدام الكمامة. إيجاز أكثر، أخبار السويد بإيجاز. لأول مرة ربط رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين بين الهجرة وتطور الجريمة، وذلك خلال مناظرة في البرلمان السويدي، لكنه رفض في الوقت نفسه ربط الجريمة بلون البشرة والدين، وأشار إلى مشاكل الاندماج باعتبارها السبب الأهم في خلق التوترات الاجتماعية. دعت مجموعة من أحزاب البرلمان لإجراء تعداد سكاني جديد في السويد من أجل تدقيق بيانات السكان المسجلين، وبالتالي الحد من الاحتيال وتلقي المساعدات غير الشرعية، بالإضافة إلى تمكين السلطات من ضبط الجريمة وتحديد المناطق الأكثر خطورة. قررت وكالة التعاون الإنمائي السويدية سيدا تجميد تمويل المشاريع التي يثبت أن للجهات الحكومية البيلاروسية الفاعلة دور نشط فيها، وذلك بسبب العنف الذي تستخدمه السلطات ضد مواطنيها واعتقال من يحتجون على تزوير الانتخابات وعنف الشرطة. تعتزم الحكومة السويدية سن قانون جديد يحد من جرائم الاحتيال التي تستهدف ضريبة القيمة المضافة، وذلك بعد الإبلاغ عن صفقات سريعة تجري بين الشركات تهدف إلى التملص من ضريبة القيمة المضافة، ما نجم عنه تحمل الدولة لخسائر تقدر بنحو مليار كرونة سويدية. وجه علماء من جامعة جنيف ومنظمة الصحة العالمية انتقادات إلى السويد لإصرارها على موقفها بعدم ضرورة ارتداء الكمامة، معتبرين أنها ترتكب بذلك خطأ جسيما، وذلك رغم أن السويد لم تسجل ارتفاعا في الإصابات كما حصل في دول أخرى. مزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا www.actor.se.